متجددة على شاشة الإسكندرية، ضاقة متنوعة من الفقرات نستمتع بها سويا على الهواء مباشرة. لكن في البداية حابة أشكر الرئيس الإنسان، لفتة أكثر من رائعة، الموقف في حد ذاته فنان وما هوش عضو نقابة وأشياء كثيرة جدا، ويكون له معاش استثنائي في حاجات كده بعيدا عن مؤسسة الرئاسة أو بعيدا عن أي شيء، فإنها تمس القلب سريعا. كل الشكر وحاجة أكثر من رائعة. الخبر زي ما أنتم شايفين قدامنا حاجة يعني معاش استثنائي، والحقيقة يعني ممثل أيا ما يكون هو إنسان بالفعل. ناس كتير هتقول علشان هو ممثل حتى لو ده، ففي حد فاكرنا، في حد لما بتحصل مشكلة بيتدخل. فكل الشكر والتقدير ومليون سلامة لهذا الفنان. الحقيقة النهاردة فقراتنا كثيرة عديدة، لكن خلونا في البداية أرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة على الهواء مباشرة، الأستاذ الدكتور حمدي الشناوي. أهلا وسهلا. أهلا بك، نورتني يا دكتور. ربنا يخليك ويحفظك، بجد خطوة عزيزة ربنا يعني. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. احنا هنغوص بداخل أيادي المستقبل، وأيادي المستقبل أنا بقول كل اللي يروح أيادي المستقبل احنا لازم نقول كلنا طول الوقت الحمد لله. الحمد لله، لكن لما نشوف هذه الحالات نقول يا رب لك الحمد والشكر على ما أعطيتنا. يعني في ناس متألمة، في ناس موجوعة، في ناس اسم حتى المرض الخبيث بيوجع القلب. طب اتعلمت ايه دكتور في فترة ادارتك لآدي المستقبل قبل ما ندخل بقى في موضوع؟ اتعلمت ان احنا نقول زي ما انت بتقولي كده الحمد لله مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا على كل شيء، لان احنا كل يوم بنشوف مش هنقول المرضى انما حالات انسانية متعبة جدا. غير كده المرض في الحقيقة علاجه مكلف جدا للقادر والغير قادر، مكلف جدا. يعني انا لما دخلت في المجال ده استغربت من الاسعار بتاعت الادوية المغالة فيها، اسعار غالية جدا. الكيماوي ولا الثيرابي ولا محدش يتحملها. في بعض الادوية الكيماوية اللي هي مثلا علاج اسمه بيبقى اسمه العلاج الموجه، علاجات غالية جدا، اللي الجرعة ب 20 و 50 و 100 و 120 والاجهزة الاجهزة طبعا يعني احنا من اكبر المراكز في العلاج الاشعاعي في الجمهورية كلها بالمكان لغير القادرين. يعني هو ده يعني هو ده موضوعنا، قوائم الانتظار ويعني التأمين الصحي، التعاون مع وزارة الصحة، أشياء كثيرة وأكثر. والفقرة اللي جاية تستحق أكثر وأكثر وأكثر، أيادي المستقبل. أيادي المستقبل مش مستشفى عادية، لكنها لما تكون كلها قائمة على الخير، الناس اللي عملوها ما عندهمش هدف ربحي، القائمين عليها ما عندهمش اي مجال في الربحية نهائيا، لكنها تجارة مع الله. دكتور، قوائم الانتظار يا دكتور حمدي عندكم؟ احنا الحمد لله قوائم الانتظار انتهت تماما من المستشفى في نص 2019. احنا كان عندنا قوائم انتظار بتتخطى الشهرين، يعني المريض لا يتحمل الانتظار حتى يوم. حتى ربنا يشفي المرضى كلهم. مريض لما بيعرف ان عنده سرطان بيبقى عايز ياخد علاج الان دلوقتي مش بكره، فبيبقى عنده نوع من التوتر والقلق، وده حقه. ودي احنا حطينا في الحسبان في الحقيقه ان المريض لازم اول ما يعرف او يعني اول ما بيتشخص احنا بنفتح له المجال عشان يدخل المستشفى، عشان يقدر يقابل الاستشاري اللي هيطمنه على حالته ويبتدي معاه البروتوكول بتاع العلاج، اذا كان كيماوي اذا كان اشعاعي اذا كان عمليه جراحيه او يدخل يقابل الطبيب يعرف منه المرض هيمشي ازاي ويتعالج ازاي وهكذا. طيب دكتور، انتم القادر بيدفع، لانها طبعا مش دوله اللي بتصرف على المكان، لكنها كلها جهود ذاتيه ومجتمع مدني. عايزة أسأل بقى على حاجة مهمة، القادر بيدفع لكن بيجي في فترة من الفترات زي ما اتفقنا في الأول أن هذا المرض العين اللي معاه واللي ما معهوش لا يقوى عليه. قولي بقى بيحصل إيه؟ يعني أول ما أنا ما بقاش قادرة أدفع بتعملوا معايا إيه؟
بتقطعوا عني الجلسات؟ يعني ربنا يعطيك عفان الله وشفاهم يا رب. إنما إحنا الهدف الرئيسي بتاع المستشفى وبتاع جمعية أيادي المستقبل اللي هي ملهاش نشاط غير المستشفى، الهدف الرئيسي هو علاج غير القادرين من مرضى السرطان بالمجان. يبقى ده الهدف الرئيسي بتاعه. طيب احنا ليه سمحنا بان في ناس تتعالج بالاجر؟ لان كان ايادي المستقبل هي اكبر مركز لعلاج السرطان في اسكندريه وقت انشاء. واحد قادر وعنده لا قدر الله سرطان وعايز يتعالج، فبدات الجمعيه تفكر في الناس اللي هي القادره اللي تقدر تدخل بالعلاج بالاجر. والعلاج اللي بالاجر عندنا حتى علاج احنا بنسميه بالتكلفه اقل بكتير جدا من اسعار السوق في الاماكن الخاصه. عندكم اقامه مش جلسات والناس بتمشي. والحقيقه شفت حاجه جميله جدا، اتمنى لو يعني ولادي بعد عمر بقى لما ربنا يكتب الميعاد يعملوا لي زي ما بوسي شلبي عامله لمحمود عبد العزيز صدقه جاريه، يعني حاجه دكتور يعني رب رحمة الله عليه، يعني لكنها عاملين انتوا تيمة كده ان حد عايز يتصدق عن حد متوفي يقدر يعمل ويبقى مكتوب اسمه فلان واسمه فلان وهذا هذه الحجرة بالمجان لفلان الفلان. طبعا احنا قائمين من بعد الله على التبرعات من اهل الخير. اهل الخير كتير جدا قوي ما بيحبوش حتى يكتبوا اساميهم. طبعا يعني انا طبعا في ناس بتحب تكتب اساميها وفي ناس لا. مش مساله تكتب اسمها يا دكتور، هي رمز ان ايه، لان هو فيجر هذا طبعًا. الشخص كان فيجر، فان حد يعمل له ده بعد وفاته هو مش عايز منه حاجه غير ان هو تخليد هذا الاسم وانه يكون صدقه جاريه بس ان الناس تقرا الفاتحه لفلان يعني. طبعا. وطبعا الفنان محمود عبد العزيز من الناس الجميله اللي كلنا اسكندراني الاصل يعني، فاكيد الموقف. طيب احنا بقى هنتكلم عن النواحي الفنيه داخل هذه المستشفى. الموضوع مش عادي يعني، ما نقدرش نقول ايه انها مكان خيري الناس لا لا لا. انا قابلت من لبنان ناس جايه تتدرب عندكم، ايه القصه دي؟ احنا عاملين بروتوكول تعاون مع جامعه بيروت. انت حضرتك طبعا بتشرفينا. انا سعيده جدا والله يا دكتور، والله ببقى مبسوطه جدا. ربنا يخليك. انت جيتي بالصدفه وشفتي المتدربين، لان احنا عندنا اقوى قسم علاج اشعاعي في مصر. المجموعه من الفيزيائيين اللي هم الفيزياء الطبيه، وبالتالي سمحنا ان احنا نعمل بروتوكول تعاون مع جامعه بيروت. بيجي لنا كل حين واخر مجموعة من الطلبة من جامعة بيروت اللي بيدرسوا فيزياء طبية وبيتدربوا عندنا تدريب عملي على الأجهزة، لأن احنا عندنا أحدث أجهزة علاج إشعاعي. ما احنا هنشوف حضرتك 60 مليون آخر جهاز اللي هو الجهاز الخامس. احنا عندنا بالترتيب كده 1 2 3 4 5 الأحدث هو الجهاز الخامس، ده كان سعره تقريبا 60 مليون جنيه. قعدتوا قد ايه يا دكتور؟ ومين اوصى بان احنا نجيب بان انتوا تجيبوا هذا الجهاز؟ وايه الفايده اللي هتعود على مرضى السرطان؟ يعني في تساؤلات كثيره. 60 مليون، طب في زيه في اسكندريه تاني حتى في الخاص ولا لا؟ في الجامعه ولا لا؟ في المحافظات المحيطه ولا لا؟ احنا وقت تركيب الجهاز ده تم التعاقد عليه من اداره الجمعيه يعني في اغسطس 2018، ودخل الخدمة واشتغل في يونيو 2020. الجهاز فيه ميزة، الجهاز اللي عندنا ده الاوبشن بتاعته عالية قوي، مواصفاته عالية. في وقت تركيب الجهاز ما كانش موجود منه غير عندنا وعند المركز العالمي اللي في القاهرة. في أجهزة من نفس النوعية، من نفس نوعية الجهاز في اماكن تانية خاصه، ولكن الاوبشن اقل وبالتالي بيكون سعرها اقل. ايه الميزه اللي هتعود على المريض من هذا الجهاز عشان كده ضحيته ب 60 مليون وجبتوه؟ الجهاز ده فيه ميزات كتير جدا. الا واحد، نمره واحد، توفير وقت. يعني وقت المريض ولا وقت وقت الجلسه نفسها على الجهاز. الاجهزه اللي قبل كده الجلسه اللي كانت بتاخد تلت ساعه على الجهاز الاقدم بتاخد على الجهاز ده 3 4 دقائق.
يبقى احنا هنا وفرنا الوقت وبالتالي نقدر نستوعب مرضى اكتر على نفس الجهاز يوميا. احنا تقريبا بنعمل جلسات او بنعالج مرضى في جلسات العلاج الاشعاعي حوالي 400 حالة كل يوم، 400 جلسة علاج اشعاعي يوميا. الجهاز ده يقدر يشتغل في رينج 120 حالة في اليوم، فبيوفر لي وقت. نمرة 2، السيفتي فيه عالية، درجة الأمان فيه عالية جدا، عشان وهو بينفذ جلسة العلاج الإشعاعي على الورم ما يأثرش على أي خلايا سليمة حوالين الورم. حتى في الأورام في الأماكن المتحركة زي الرئة، الرئة بيبقى الورم متحرك، بالرغم من هذه الحركة إلا أن الجهاز مصمم بحيث أنه يعالج الورم فقط من غير ما يأثر على الخلايا السليمة. شفاء كل المرضى رب وعافاهم. عايزك قبل ما نشوف الفيزياء الطبية هنشوف مع الدكتور صباح، وحاجة برضو مشرفة جدا حالا بعد ما نعرف من الدكتور بقى، لو أي مريض عارف دلوقتي، عارف امبارح ومحتار جاله المرض الخبيث، أنا دايما بقول إن كل حاجة لها علاج سهل يعني أي ما يكون يعني، بس الاكتشاف المبكر مهم، إن أنا أروح المركز المتخصص مهم، إنه ربنا ما يوقعنيش في دكتور يستغلني مهم، لأن طبعا في ناس كتير جدا زي أي مهنة في الدنيا فيها الإيجابي وفيها السلبي. لو عرف دلوقتي وقالوا له لازم أو استوصل جزء ولازم بقى علاج كيماوي وإشعاعي، إيه الفرق بينهم وإيه السيكونس أو الخطوات اللي يجب إن هو يعملها علشان لو غير قادر بسرعة يجينا على طول؟ ما فيش يعني مشكلة. ماشي يا دكتور، أوكي طبعا أجيلك. لازم واسطة؟ لا، كان متاخد عننا فكرة في يعني انت حضرتك جيتي وشوفت. لا طبعا كان متاخد عننا فكرة كمان التعامل، انا مش عارفة مين القادر ومن غير مين اللي مش قادر يعني بالزبط. الحقيقة انا الناس قاعدة انا معرفش مين اللي دافع ومين اللي مش دافع، لان احنا ما عندناش جزء للقادر وجزء غير القادر. احنا بنقدم خدمة وخدمة على مستوى عالي جدا بمجموعة كبيرة من اساتذة الجامعة والاستشاريين، وكلهم متبرعين يعني. العلاج غير القادر هم بياخدوش فيه ولا مليم، عند اساتذه الجامعه او الاستشاريين. طيب المريض، بعض المرضى في اسكندريه واخدين عننا فكره ان احنا لازم يدور على واسطه قبل ما يجي. احنا في الحقيقه مش محتاجين واسطه، احنا المريض بمجرد ما بيجي لنا بيدخل، بعد الغاء كمان قوائم الانتظار او ان احنا تغلبنا على قوائم الانتظار، بقى المريض بيدخل على طول وبياخد استشاره على طول فوريه من الاخصائي. وبعد كده إذا هو احنا طبعا عندنا قسم البحث الاجتماعي اللي هو بيبحث الحالة ويقول ان المريض ده غير قادر، بعد كده بتحدد له ميعاد مع الاستشاري، والاستشاري بيحدد بروتوكول العلاج. حضرتك سألتي عن الفرق بين الكيماوي والإشعاعي. الكيماوي هو علاجات يعني ميديسن، أدوية تابلتس وإبر وكده، أدوية بالظبط كده. بيبقى ليها بروتوكولات معينة وتركيبات محددة، واحنا عندنا طبعا حاجة اسمها كلينيكال فارماسي، الصيدلية الكلينيكية، اللي هما بيحضروا الأدوية اللي بياخدها المريض في شكل جلسات. المريض بياخد جلسات الكيماوي إما في العيادة الخارجية في أماكن محددة، أو في بعض الجلسات بتستدعي إن هو بياخد جلسة طويلة بتاخد مننا أكتر من مثلا 5-6 ساعات، بياخدها في القسم الداخلي. في بعض العلاجات الكيماوية بتاخد 5 أيام ممكن ندخله في القسم الداخلي. إحنا عندنا 46 سرير، 40 سرير قسم داخلي، من ضمنهم قسم العلاج التلطيفي، وده مش موجود في اماكن كتير خالص. العلاج التلطيفي ده يا رب برضه شفاهم مع الله وعافاهم. في بعض انواع من السرطانات يعني بتؤتي بالام شديده جدا لا يتحملها الانسان، فده قسم برضه من الاقسام المهمه جدا جدا داخل ايدي المستقبل، العلاج التلطيفي، انه بيلطف الالم على المتلقي خدمه العلاجيه. بالظبط. فحاجه يعني في بعض المرضى في مراحلهم الاخيره يعني ربنا يشفي كل مريض، بيبقى اهله تعبانين اكتر منه مش عارفين يعملوا له ايه. طبعا مستشفيات كتير جدا او معظم المستشفيات بترفض استقبال الحالات دي لانه بيطول عندهم
بياخد كمية كتير من الأدوية المخدرة ما يقدروش هم يصرفوها. اللزقات وال. بالضبط كده. فاحنا قسم العلاج التلطيفي حتى عندنا قسم معتمد من حاجة اسمها إزمو اللي هي European Society، بحيث حتى لو مريض أجنبي جاي مصر ولا قدر الله حصل له أي حاجة بيقولوا له أيادي المستقبل هي الجزء. أنا عارف مين الدينامو بتاع كل هذه البروتوكولات، لكن خلونا نشوف الجهاز وخلينا نشوف فيزياء طبية، يعني حد متخصص في الفيزياء قد إيه العلوم بقت متشابكة ومتجانسة وبقى تخصص التخصص الدقيق. والحقيقة ببقى فخورة جدا لما ألاقي نقطة نور في ظلمة مرض شديد القسوة على الإنسان. نشوف ونرجع لكم مع الدكتور حمدي على الهواء مباشرة. انت ماشي في المكان ده لازم تقول الحمد لله، شكرا وحمدا وعلى ما اعطى وعلى ما اخذ وعلى اشياء كثيره جدا. ودايما بنقول ان كل حاجه في الدنيا لها علاج فهي مش مشكله، لكن الكلمه الاولانيه لا، انت عندك مرض خبيث او انت عندك ورم، الكلمه نفسها بتخلي الانسان يعني صوابه مش يعني مش عارف يتصرف ازاي. يمكن دي لحظة قنوط، لكن في الوقت نفسه الانسان بيتراجع وبيجري يقول له حمدا وشكرا على ما اعطيت وقدر الله وما شاء فعل. والطب والعلاج فيه حاجات كتيرة جدا حديثة. انا في أيادي المستقبل، أيادي المستقبل اللي هي يعني نقطة نور في ظلام هذا المرض، فعلا نقطة نور كاملة واضحة بنشوفها وبنشوفها بشكل كبير جدا، نقطة نور لغير القادرين. طب هتقولي القادر كمان مش قادر، فعلا هذا المرض القادر لا يقوى عليه، لا يقوى عليه بالفعل، الإشعاع والعلاجات وأشياء كثيرة. طب الكورونا حصل فيها إيه لما جت؟ لما الناس اللي عندها أورام هل قالوا؟ هما ما قالوش، بس هما بقوا بيخافوا وبشكل كبير جدا. النهاردة إحنا في أيدي المستقبل الحقيقة حاجة رائعة، هما الناس مشغولة بالكورونا وبالأمراض وبالحاجات دي، إلا أنهم لا يتوقفوا، جابوا جهاز خامس. هذا الجهاز أنا مش عارف أقول لكم مدى حدثيته أو أحداثه، ولكن لا أقدر أقول لكم أنه كانش فيه خالص جهاز غيره هو في مركز الطب العالمي في القاهرة. يعني اسكندرية كانت سبق، وخلي بالكم هنا مش مستشفى حكومي ولا هنا أبدا، هنا كلها مجتمع مدني يستطيع ويستطيع ويستطيع. أنا في الكنترول روم بتاعت هذا الجهاز، وبالصدفة وبالصدفة حاجة غريبة جدا ان انا الاقي متدربين ومن لبنان، هتعرف عليهم وهقول لهم بتعملوا ايه وعرفتوا ايه عن ايادي المستقبل وايه هو بروتوكول التعاون واشياء كثيرة جدا داخل ايادي المستقبل. اهلا بيكم. يا هلا نورتوني. شكرا. بقالكوا قد ايه هنا؟ بقالنا حوالي اسبوع. اسبوع تقريبا. مبسوطين؟ ايوه جدا بجد جدا. البروتوكول المعمول بينكم انتوا فيزياء طبيه صح؟ عرفوني باسمائكم الاول. اهلا. شكرا. احمد مسلمان. من فين؟ في لبنان. من الشمال. اهلا وسهلا. ساري ابو النعاش. اهلا وسهلا. نفس الجامعه؟ نفس الجامعه. اهلا وسهلا. ماي فياض. اهلا بيك يا ماي. ما خفتوش في الكورونا تيجوا؟ بصراحة لا. كيف لبنان؟ يعني أوضاع مش كويسة كتير. هو العالم كله ما بقاش كويس، لكن نقول يا رب. الحمد لله على لبنان في القلب وستظل في القلب. أسبوع استفدتوا إيه؟ نحن بقالنا هنا من امبارح بس. من امبارح بس؟ من امبارح
بدأنا تدريب هنا بس انه يعني حسينا حالنا عم نستفيد يعني هو اليوم بلشنا فعليا بالتدريب فعلي. بس يعني كتير مبسوطين عم ناخد معلومات كافية عم نشوف أجهزة حديثة. عندكم مماثل أو سيميليتور لهذا الجهاز في لبنان؟ لا ما بعتقد عنا بنفس الحدث في لبنان. أنا بعتقد يمكن الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط أحدث جهاز. طب عايز أسألكم سؤال، يعني أنتوا ناويين إن شاء الله بعد ما تتدربوا إيه الخطة اللي أنتوا هتعملوها في لبنان؟ هلا نحن اول شيء بس نخلص حنحاول يعني خلصوا بقى فكره مجتمع مدني. على فكره الجهاز ده من المجتمع المدني، من مش من دوله ولكنه من الناس، فاعتقد ان تقدروا تنفذوا نفس الفكره في لبنان. يا ريت يا ريت، يعني هيدا هدف نطمح له. اكيد اكيد يعني بهمنا يكون في هيك جهاز بلبنان كمان. اخترتوا اختيار صعب قوي، اخترتوا ان انتوا تعيشوا الالم والامل في نفس الوقت. الالم لما الواحد والوجع لما الواحد بيعرف انه عنده ورم، والامل انه من الممكن انه يشفى، وتحديدا سرطانات الثدي. الاختيار صعب على بنات جميله كده يعني يشتغلوا ميديا يشتغلوا في حاجه، اخترتوا ده ازاي؟ يعني نحن اخترنا هذا المجال كرمال اول شيء لانه نحن بنحبه، ثاني شيء كرمال كمان نساعد غيرنا هدفه انسان وارتم. يا هلا اهل امي وحبايبي، اهلا بيكم في لبنان. اهلا بيكم في لبنان، مصر البلد الاول والام الاولى لكل الدول العربيه. نورتونا، والحقيقه ده كان كده مش باستفاضه، لكن ده كان الكنترول روم للجهاز بالداخل. مكان احب ان انتوا كلكم تشوفوه عشان اعرف ايه المستقبل بتعمل ايه. ايه المستقبل مش ناس بتشتغل كده وبس، لا، very very professional. الجهاز اللي احنا قدامه ده ثمنه 60 مليون جنيه. الطبيب اللي على يميني، انا دايما بحب اقول الحكيم مش الطبيب، يعني لان كلمه حكيم اشمل واعم. هو متخصص، هو خريج علوم، وهو واخد ماجستير في الفيزياء وتخصصات ودكتوراه وحاجات كتير. دكتور صباح اهلا وسهلا بيك، نورتنا. قول لي بقى موضوعك ايه وتخصصك ايه وحكايتك. انت خريج علوم؟ انا خريج علوم قسم فيزياء حيوي، اخدت ماجستير من جامعه اسكندريه في الفيزياء الحيويه الطبيه، واخدت دكتوراه من جامعه المنصوره في الفيزياء الطبيه. الفيزياء الطبيه يعني يعني اشرحها لي اكتر. هل انت بتتكلم على لما على الاشعاع تحديدا نقدر من خلالك، هم بصدد انهم انشاء قسم هنا في كليه الهندسه فيزياء طبيه؟ ايوه في الحقيقه هو يعني السؤال جميل ومحتاج ان هو يتوضح لكتير للناس، لانه الفيزياء الطبيه مجال يعني متخصص شويه ونادر شويه، ان هو بيحقق المعادله الصعبه في موضوع العلاج الاشعاعي عموما. يعني الدكتور ما يقدرش يقول كم العلاجات الا ما يعرض عليه الدكتور او الطبيب. بيحدد الجرعه الاشعاعيه وبيحدد مكان الورم، انما الفيزيائي بيكون مهمته ان هو يوصل الجرعه الاشعاعيه كلها للورم بدون ما ياثر، ويحمي الاجزاء السليمه والاعضاء السليمه المحيطه بالورم. زي ما احنا عارفين ان الاشعاع زي ما بيعالج بيضر، وزي ما بيعالج من الكانسر ممكن يجيب كانسر. ممكن يجيب كانسر، ممكن الإشعاع يجيب كانسر، الكوارث الإشعاعية اللي احنا سمعين عنها كلها. لكن في العلاج الإشعاعي كل التقنيات الجديدة وكل الأجهزة والتحديثات والمليارات اللي بتتصرف عليه بتتصرف عشان المعادلة الصعبة اللي دايما انا بسميها معادلة صعبة، ان انت ازاي توصل الجرعة الإشعاعية كلها للورم وفي نفس الوقت تحمي الأعضاء السليمة المحيطة بيه دي. زي مثلا اورام المخ مثلا، هي موجوده جنب العصب البصري، جنب العين، جنب عدسات العين، جنب الاوبتيك نيرف، كل الاعضاء السليمه المحيطه بيه دي. ازاي انا ادخل
اضرب الهدف بتاعي من غير ما اضر كل الاجزاء دي. دكتور صباح، الجهاز ده بس هو اللي يعمل كده؟ كل اجهزه العلاج الاشعاعي المفروض ان هي تعمل كده، بس بتفرق معاها في درجه الدقه في تنفيذ الجرعه الاشعاعيه. الجهاز ده فيه تقنيات، احدث تقنيات عالميه موجوده في العلاج الاشعاعي. 60 مليون دولار هو ب 60 مليون جنيه، يعني مبلغ مش طبعا يعني يعني. واجمل ما فيه يا دكتور، اجمل ما فيه ان شاء الله ربنا هيطرح فيه البركه اكتر، انه مش بهدف حاجه، كل اللي دفع جنيه فيه ان شاء الله في ميزان حسنات ان شاء الله. واحنا حاليا يعني زي ما الدكتور حمدي مدير العام، هو احنا دلوقتي استوعبنا كل فعلا قوائم الانتظار. ما عندكوش ولا قائمه انتظار؟ يعني الحمد لله دلوقتي الجهاز فعلا استوعب معانا عدد كامل. كم حاجه احنا بنستوى في قسم العلاج الاشعاعي؟ من 350 ل 380 او 390 حاله يوميا. كان في فكره دايما ان انا لما هاخد اشعاع شعري هيروح، الالم هتزيد عندي. هل الاجهزه دي بتحاول انها ما تعملش التغيرات دي؟ الحقيقه انه موضوع التركيز على الورم بيقلل السايد افكتس دي، لكن في مثلا اورام المخ احنا مضطرين ان انا ادي المريض على منطقه الدماغ، وبالتالي في بعض المكان اللي هو بيمسه الاشعاع بس او بيمر فيه الاشعاع بس هو ده اللي بيتساقط فيه الشعر. وللمعلومه برضه انه ده بيطلع تاني بعد وقت، بتطلع تاني الام. انا من الحاجات اللي كانت بتوجع القلب الحقيقه، لا يعني لما بنشوفه رغم ان هو اسمه خبيث يعني الناس ما بتحسش بيه، لكن لما بشوف حد بيتألم في آخر مراحل الكانسر بتبقى مؤلمة قوي يا دكتور. بيقولوا لك حط لزقة، حط مش عارف، خصوصا ان يكون حد قريب منك او مش عارف تعمل له اي حاجة. في المراحل دي اللي هي بتبقى متاخره شويه، الحقيقه احنا هنا يعني تداركنا الموضوع ده في حاجه تعتبر فريده شويه، ان عندنا قسم العلاج التلطيفي او العلاج الالم يعني اللي هو في المراحل المتاخره دايما في اغلب الاماكن يقول لك المريض ملوش علاج او خلص علاجه فخده وخليه في البيت. الحقيقه احنا اجينست الكونسبت ده، هو المريض في المرحله دي برضو محتاج رعايه ومحتاج علاج. وفي قسم العلاج التلطيفي عندنا هنا في المستشفى في نتائج مبهره في الحالات دي وتم نشر. يعني دكتور صباح، ما بتخافش من الكورونا؟ والله احنا في يعني احنا في دورنا ده ما بنحسش بالمخاطر طالما ان احنا بنساهم في علاج حاجه كبيره جدا. يعني انا لما بشوف عيان زي المرضى بسرطان الجلد دول مثلا اللي هم بيتعالجوا عندنا، ودي من التقنيات الفريده اللي احنا بنشتغل، لما بتشوفي حضرتك العيان بعد عدد من الجلسات او بعد ما خلص الكورس بتاعه بتشوفيه بني ادم تاني وربنا شفاء، يعني بيهون عليك اي حاجه ممكن تعمليها. شفاكم الله وعافاكم جميع مرضى العالم، يا رب السلام والامان لكل من يرانا، يا رب الحب والخير لكل من يرانا. يا رب الحب والخير لكل من يرانا، لكل ايد بتساعد، لكل انسان بيقدم. في ختام هذه الحلقة حابة ألم شوية موضوعات عشان نبقى عارفينها. الكشف المبكر عن الأورام وتحديدا سرطان الثدي ليس فقط في أيادي المستقبل، ولكنها كانت مبادرة الرئيس، وأيضا لديهم مركز. فين بقى دكتور؟ وتقولي التردد عليه يكون إزاي؟ في فليمنج المركز ده احنا فتحناه في إبريل 2019. أي انت عارفه ان الاكتشاف المبكر لاورام الثدي مفيد جدا، بيبقى مفيد جدا جدا. نسب الشفاء عاليه، نسب الشفاء بالتقريبا بتكون 100% تقريبا. طيب احنا عملنا المركز ده، افتتحناه في ابريل 2019 للقادر وغير القادر بالمجان. السيده اللي هي بتبقى عايزه تطمن على نفسها بتروح، اللي هي ما عندهاش حاجه خالص، مش حاسه بحاجه خالص، بتروح وبتكشف احدث جهاز ماموجرام، احدث جهاز الالتراساوند. اذا لا قدر الله في عندها اي حاجه بيحولوها من المركز على
المستشفى تبتدي ايه تدخل السيركل يا رب يعني عايزه اسال الدكتور عن تعاونكم مع وزاره الصحه مع التامين الصحي مع الهيئات والنقابات في التعامل في العلاج بالاجر. التامين الصحي طبعا متعاقد معانا لان في حاجتين مهمين ان شاء الله تدخلوا في المنظومه الشامله. احنا يعني تقريبا في المنظومه الشامله. آه انا عايز اقول لحضرتك التامين الصحي متعاقد معانا على تنفيذ العلاج الاشعاعي عندنا لان التامين للاسف ما فيهوش اجهزه علاج اشعاعي، وبعض التشخيص اللي هو المسح الذري على الجسم والمسح الذري على العظام، وتقريبا التعاقد مع التامين بسعر اقل من التكلفه لان احنا في النهايه يهمنا المريض. ما عندكوش هدف ربحي كمان. هدفنا الاخير او الاول والاخير هو المريض انه ياخد علاجه هو قادر او غير قادر. التامين متعاقد معانا بسعر اقل من التكلفه، وزاره الصحه بعد مبادره السيد الرئيس في حكايه الكشف المبكر على اورام الثدي احنا اوريدي اشتركنا معاهم لان احنا المركز اوريدي كان بيقدم هذه الخدمه. كنا بنشوف من 25 ل 30 مريض يعني حاله، وهي مش مريضه لسه، هي ست سليمه انما بتشيك على نفسها في مركز فليمنج. اللي متبرع بالمكان برضو اهل الخير، يعني اهل الخير اتبرعوا بالمكان وتم انها تجاره رابحه يا دكتور، انها تجاره رابحه. يا رب يدينا ويعطينا ونعطي دائما يعني. خليني في النهايه حابه اقول لحضرتك خلاصه التجربه انه لا يأس مع الحياه، وانها مش نهايه الدنيا ان انا عندي ورم، وانه من الممكن ان انا اتعالج وابقى كويسه، ونسب الشفاء في ارتفاع ولا في انخفاض؟ لا، نسب الشفاء في ارتفاع طبعا، طول ما الاورام بيتم اكتشافها بدري بتكون نسب شفائها عالية جدا الحمد لله. واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اكبر مجموعة من اساتذة الجامعة والاستشاريين والفيزيائيين والتمريض مستوى عالي جدا في تنفيذ العلاج الحمد لله. والهدف زي ما قلت لحضرتك الرئيسي بتاع الجمعية هو علاج غير القادر بالمجان. حضرتك سألتيني سؤال بس يمكن ما جاوبتش عليه. اتفضل. القادر اللي هو احنا بشكل قادر ولكن بيجي في نص فتره العلاج. تحسبهم من كثره التعب. بالظبط كده. بيقدم. او ما معناه مش الآية، انا مش حافظها بالظبط عشان القرآن. بيقدم التماس بيتوافق عليه في ساعتها ان هو لا مانع من عمل البحث الاجتماعي، بيدخل في قسم البحث الاجتماعي بمنتهى الرقي بيتم التعامل معاه، وبرضه بنكمل له علاجه بالمجان لان احنا هدفنا هو ده الرئيسي، مش ان احنا ناخد اجر من المريض. اعتقد الله وزادك من خيره لانها رساله. ربنا يخليكي. انا دايما اقول ان انا ماليش فضل في الحياه، الفضل دايما طبعا مجلس فضل الله ثم لاهل الخير اللي بيتبرعوا. دي حقيقه للمرض. والحقيقه برضو اصحاب الفكره يعني كل الشكر والتقدير للناس اللي فكرت وهي معاها فلوس في ناس غير قادرين. يعني كل الشكر والتقدير لكل ايد، وهي الحقيقه الاسم له مغزى، لكل ايد قدمت، لان احنا مفيش ايد واحده تقدر لكنها ايادي. فالتجاره مع الله رابحه، جعلنا الله من اهل التجاره مع الله، وزاد كل اهل او تجار هذه التجاره الرابحه مع الله. دكتور حمزي نورتني وشرفتني، وربنا يعطيكم حتى ترفعوا هذا البلاء عن اي. ربنا يخليكي وربنا يشفي كل مريض ان شاء الله. نورتني يا دكتور. ربنا يخليكي. اهلا وسهلا بحضرتك. وفي ختام هذه الحلقه مشاهدينا انا بشكر طبعا المخرج عمر البارودي، مجهود كبير في هذه الحلقه. وفي النهايه بقول دائما فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي أمل صبحي.